سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النعم. بالألوان نمسح سواد الحرب. تحت هذا العنوان أقام عدد من المعلمين معرضا لرسومات الأطفال في إحدى مدارس ريف إدلب الشمالي، في محاولة منهم لإخراج الطفل من حالة الحرب التي يعيشها وإعادته إلى طفولته عبر إظهار مواهبه. بلون لنمسح سواد الحرب. عفوية الطفل وبراءته كانت بألوان جميلة لتغير هذا السواد الذي وجد على أطفال سوريا اللي كانوا هم أكثر شيء ضرر بالحرب. شهودي أشرس أنت؟ خوذة وأصابع متشبكة ببعضها. إيش يعني هاي الأصابع؟ مشان كل الجيش يتحدوا ويكونوا كلمة واحدة. أي جيش؟ الفصائل كلهم. مواضيع عديدة حملتها رسومات الأطفال، منها ما هو متأثر بالأحداث التي تجري في سوريا، ومنهم من حملت لوحته رسومات طفولية بعيدا عن ضجيج الحرب. وقد عمل كادر المدرسة على تأمين كل ما يحتاجه الأطفال من قرطاسية وتدريب على الرسم والأشغال اليدوية والأغاني. نحن الحمد لله بشكل عام عنا المدرسة صارت ملتقى لسوريا، سوريا الصغير، يعني عنا 735 طالب تقريبا بغطوا جميع محافظات سوريا، فالكل عنده ضغط نفسي. الحمد لله بمساعدة بعض المنظمات قمنا ببرامج دعم نفسي، ألعاب للأطفال، كذلك الرسم، فعنا مادة الرسم خلال قيام بعمل ورشات فنية بدوا الأطفال يعبروا فيها عن نفسهم، يفرغوا الشحنات الداخلهم من أجل يرتاحوا نفسيا وتحسنوا دراسيا الحمد لله، والأداء جيد بشكل عام. تأتي أهمية هكذا فعاليات من كونها تحاكي فئة حساسة جدا في المجتمع، حيث أن قسما كبيرا من أطفال سوريا تغيبوا عن مدارسهم لفترات طويلة، عاشوا خلالها ظروفا صعبة، لتعود البسمة اليوم إلى وجوه ترنو إلى مستقبل مشرق يحلم به السوريون. تعمل مثل هكذا فعاليات على إخراج الطفل من حالة الحرب التي يعيشها إلى طفولته التي من المفترض أن يكون عليها. محمد الفيصل، أورينت نيوز، ريف وإدلب.